وانت بتقرأ التحليل في الدم هتلاقي ارتفاع في كرات الدم البيضاء. طبعا بتتخض وتخاف وتسأل نفسك يا ترى ايه السبب، وايه اصلا هي كرات الدم البيضاء، وهل هي نوع واحد ولا انواع مختلفة؟ في الفيديو دلوقتي هنحاول ان احنا نجاوبك على اسئلتك دي، وتعالى ناخدها سؤال سؤال. ايه هي كرات الدم البيضاء؟ أو ما هي كرات الدم البيضاء؟ هي مكون أساسي في الدم. دورها إيه؟ دورها في الجسم إن هي بتحارب العدوى والالتهابات، يعني بتعتبر إن هي الجيش بتاع الجسم. هل كرات الدم البيضاء نوعا واحدا ولا أنواع مختلفة؟ كرات الدم البيضاء أنواع مختلفة، فمنها أول حاجة الليمفاويات اللي هو الليمفوسايتس، العدلات اللي هي النيتروفيلز، والقاعدية اللي هي الباسوفيلز، ورابع حاجة اليوزينيات اللي هي الإسينوفيلز، والعدلات اللي هي المونوسايتس. إيه أسباب ارتفاع كرات الدم البيضاء؟ هو ده السؤال المهم واللي احنا عاوزين نعرفه. اما بنبص في التحاليل بنلاقي وايت بلاد سيلز مرتفعه، فايه الاسباب؟ اول حاجه الاصابه بعدوى فيروسيه او بكتيريه او فطريه. تاني حاجه كبت في جهاز المناعه. تالت حاجه هو تناول بعض الادويه زي الكورتيزون. رابع حاجه مشكله في الجهاز المناعي او نخاع العظام. خامس حاجة الإصابة ببعض أنواع السرطانات أو الالتهابات أو الإصابة بالجروح أو الحروق. كمان التوتر النفسي والحمل والولادة، التدخين كمان بيرفع من كرات الدم البيضاء، ولو في الجسم ردة الفعل التحسسية، يعني تحسس من أي شيء بيبدأ تزيد كرات الدم البيضاء. ممارسة الرياضة بإفراط، يعني إيه الناس اللي بتمارس رياضة قوية جدا ده ممكن تسبب لها ارتفاع في كرات الدم البيضاء، المشاكل التي تصيب الجهاز التنفسي. طيب هل ارتفاع نوع معين من كرات الدم البيضاء اللي احنا قلناهم دول بيدل على سبب مرض معين؟ الإجابة هنشوفها دلوقتي، هو نعم. يعني مثلا لو لقينا الليمفوسايتس عالية، الليمفوسايتس هي عبارة عن الخلايا اللي بتنتج الأجسام المضادة لمحاربة البكتيريا والفيروسات، زي ايه؟ زي مرض السل أو أورام الليمفاوية. طيب النيتروفيلز هي كرات الدم البيضاء وهي قوية وبتحارب البكتيريا، يعني هي كرات دم بيضاء قوية بتحارب البكتيريا والفطريات، وارتفاعها طبيعي مع وجود عدوى أو إصابة. ثالث حاجة هي الباسوفيلز واللي بتعمل على تحذير الجسم على وجود عدوى عن طريق ان هي بتبدأ تفرز مادة كيميائية في الدم، وبيحصل الارتفاع مع الناس اللي عندهم تاريخ مرضي في الغدة الدرقية او رد فعل تحسسي او سرطان خاصة اللوكيميا. رابع حاجة الإسينوفيلز وهي المسؤولة عن تدمير الطفيليات والخلايا السرطانية، واللي بترتفع مع الإصابة بالحساسية بتاعة الربو أو العدوى الطفيلية. خامس حاجة المونوسايتس وهي المسؤولة عن مهاجمة وتدمير الجراثيم والبكتيريا، وارتفاعها بيدل على وجود عدوى مزمنة أو أمراض المناعة الذاتية أو أمراض السرطان. وبكده عرفنا موضوع كرات الدم البيضاء في التحليل وكل واحد فيهم بيدل على إيه. لكن نصيحتي طبعا ان انت لو قريت التحليل بنفسك ما ينفعش تعمل كده، لازم متخصص هو اللي يقرأ التحليل علشان ان هو يبدأ يبين لك معنى كل شيء ايه. احنا بس حبينا ان احنا نطمنك ونعرفك، لان جالنا اسئلة كتير ليه كرات الدم البيضاء دي عالية، ليه دي بتدل على ايه، فقلنا ان احنا نعمل لك فيديو نفهم لك ايه هي كرات الدم البيضاء وارتفاعها دليل على ايه، وارتفاع كل نوع دليل على ايه. اتمنى ان انت تشير الفيديو علشان الناس كلها تستفيد وتكون لك اجر وصواب. اتمنى لك كل صحة وشكرا ليكم والسلام عليكم.